طيب نروح برضو للجانب تاني، جانب كوميدي شويه، فيلم الليمبي ونشوى مصطفى متهيألي لما كانت على المسرح راقصة في الباليه الايقاعي. نشوى مصطفى كانت في البدايه ما كانتش هتعمل دور الرقاصه بالشكل ده. تمام. الدور كان لواحده رقاصه محتشمه، وكان ايوه لا ما كانتش هتطلع كده خالص. ما كانش شكلها كده. لا هي يعني هو كان دور رقاصه هتطلع مثلا تلبس البيجامه وترقص بيها. اوكي. ترقص رقص شرقي عادي بس بشكل. فاكره منى زكي في فيلم خالتي فرنسا ما كانت لابسه بادي كارينا تحت بدله الرقص، المفروض ان هي كانت هتطلع حاجه شبه كده. بس هي زعلت بتهيألي في الفيلم ده علشان خاطر كان ليها مشاهد تانية واتشالت. هي اتشال لها مشاهد كتير جدا، بس مشاهد اتشالت لان النهايه اتغيرت. اولا هي اللي عامله الكاركتر بالشكل ده. يعني هي كانت بتحب وقتها الاوبرا والحفلات بتاعه الدكتور وليد عوني والحاجات دي. فهي اختارت انها تعمل الرقص الايقاعي ده واقترحته على السيناريست ووافق وعلى المخرج والدنيا تمام. هو حلو بيني وبينك وغير متوقع وعلم جدا. يعني الحوار بينها وبين الليمبي اصلا كان فظيع. بس هو كان المفروض ان هو كانت هتطلع لابسه محتشم شويه، ولكن لابسة هي اللي غيرت. هي اللي اختارت الشكل يطلع بالشكل ده. واتفقت معاهم ووافقوا عليه. كان المفروض بقى ان نهايه الفيلم ده مش كده خالص. امال ايه بقى؟ النهايه كانت ان عبله كامل هتموت في الاخر، ومحمد سعد هيعرف انها ماتت في وسط الفرح ومش هيتكلم علشان يلم النقطه. ما بتفكركوش بحاجه. نكد قوي. ما بتفكركوش بحاجه. فيلم تاني في حاجه برضو شبيهه الفرح شويه. فيلم الفرح صح، مامته وموفت، مامه خالد الصاوي توفت، اللي هي كريمه مختار، وما قالش علشان يلم الفلوس، وما قالش علشان يلم النقطه لحد اخر الفرح. صح. النهايه دي كانت هي نهايه فيلم الليمبي، ما كانتش نهايه فيلم، ما كانش فيلم الفرح لسه فكروا فيه اصلا. الليمبي كان قبليها يعني. كانت سوسن بدر هي اللي طلعت دور الراقصه في الفيلم ده. في فيلم الفرح. كانت عامله دور تقريبا نفس الرقاصه اللي جايه تتوب هنا زي نشوى مصطفى. اما طلعت وعيطت فوق مع كريمه وضربها. بس الفرح كان بعد الليمبي. بعد الليمبي. الفرح كان ايه اللي حصل؟ ايه اللي غير بقى بالظبط؟ ايه اللي غير الليمبي؟ منتج السبكي قال لا انا بالنسبه لي ده مش نهايه سعيده. تمام. انا عايز نهايه تفرفش الناس. تمام. فغيروا النهايه بتاعت فيلم الليمبي وخلوا البطله تعيش. طيب مؤلف الفيلم احمد عبد الله فضلت في دماغه اللقطه بتاعت ان البطل يموت، وعايز ما يعني اللقطه انسانيه جدا، فزعل انها ما اتحطتش، ففضل شايلها في دماغه لحد ما عملوا فيلم الفرح. هو عمل فيلم الفرح، فبقى ده الاساس اللي بنى عليه فيلم الفرح. فاهم الفكره ازاي؟ فطبعا فيلم الفرح نجح جدا، وفيلم الليمبي نجح جدا. نجح بالظبط. بس هي دي الفكره يعني. وعلى حسب ده سياقه كان ايه، ده كان كوميدي، ده كان في قصه برضو دراما شويه في الموضوع.